مين حضرته؟ العريف سلامة. شكله أوريجينال؟ يمكن عوزه بالباك جراوند. بإيش روحي؟ بالباك جراوند. بالباك جراوند؟ أنا ما شاغل بالباك جراوند قبل. بدي حدا من الشباب يلعب دور محبوب الست بالعسكر. أنا بدي واحد بس. أنا بدي أعرف يعمل حركة تبطئية. أنا ما فهمت أستاذ. يعني سلو موشن على البطيء، لأنه في مشهد مؤثر بالغنية لازم يكون في بطء بالحركة. بدي أطلع من روتين لعبة المونتاج والممثل يصير هو المونتاج ديريكت، خاصة بلقطات المعارك، نقلة نوعية بعالم الكليبات. نقل بتلاقيه مناسب أستاذ. أنا وين هو الأوريجينال؟ يا هو انت بيبقى لك المشهد، رح اعطيك اياه لك بالمبدا، بس بدي اعمل لك كاست صغير. ايش بدك تعمل لي؟ تيست صغير قرب لعندي اوريجينال. صار اسمي اوريجينال؟ ايش بدك عيزني بالباك جراوند؟ صرف لي الشباب بليز. انصراف لحين وصول الست. يلا يلا فرونا بريحه طيبه اذا بتريدوا. الاستاذ عيزني بالباك جراوند. خليك هون فرجيني لشو؟ ايش بدي فرجيك عيني؟ ولك اسمعني، انت بمعركه في موسيقى صاخبه مرافقتك، فوت بالحيله. افتح لي الباب. فوت بالحيله. حيله؟ فوت بالحيله. خيفتنا وشربناها وصرنا فلين، ايش بدك؟ اعطيني نظره فيها قرف. وقف بوجهي. ايوه، اعطيني نظره فيها فرح. روح من وجهي. بدي نظره فيها قلق وحذر وخوف. فيك تقول لي ايش بدك فيها فرد مره حشت قصتون؟ ويكون فيها افق. بدك فيها كبيس؟ نو ميرسي. مايونيز صار لك ساعة بدك فيها بدك فيها شي ساندويشي هي. عريف سلامة عمول لي بقلك عليه الأستاذ. لا 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 طبيعي كتير لذيذ، تركوا على سجيته. صرت 100 مرة أقول لك أنت تركني على سجيتي بكيش تقنع. تبخك ليها الأستاذ عينك بنت عينك. مش حضرة العيد قلنا إيش بيقول الأستاذ بنعمل؟ فإذا صوتك مش اسمه ولا كلمة. عايش على البحر ليه؟ صرت 100 مرة يا أستاذ عطريس. موريس أنيس إيلو بس كوني قاعد على سجيتي وبرتاح، لا تقومني شبيرجع بيقومني ولا بزمي. شعب راتش. وهلا بدي منك تركه على سجيتي على البطيء. كيف يعني سلو موشن؟ كيف يعني سلو موشن؟ مثل بأفلام السينما لما ببطئوا الحركة، مثل المشي على البطارية. هي 9 فولت أو 12 فولت؟ هي الله. لا بتفرق 9. جرب لشوف. هاي 12 فولت حلوة، وهاي 9 فولت. عظيم، شو صار؟ خلصت البطارية. شرجو شرجو. لا أنا بطارياتي مني وفيه رشارشال. عظيم، طلع العدو بوجهك. شو عملت؟ برمت عنه. رجع تلعب وجهك. برمت عنه. رجع تلعب وجهك. مفيش غير سلامي بالجيش. الموسيقى مصاحبتك. إذا بتريد أنا مصاحب، أنا بحكيش مع اثنين، أنا زلمة ستريكت. ولك اسمعني، الموسيقى عم تقوى. تا 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 تا. سؤال، أكل توم داخلك؟ فوت بالحيلة. يا خي هلي بعدنا في الليل. عم بقوصوا عليك. مين؟ العدو. مش اشي حدا. صور. صورت ذلك المشهد. صبتك رصاصة. وين؟ بإجرك. أخ. ولك الأهل إذا بتعرش صبوك بإجرك. يا عمي شايفوا هذا المشهد قبل. وين؟ بفيلم من أولى القفص. مين؟ ولو مخرج طويل عريض ما سامع من أولى القفص. قصدك نيكولاس كيج؟ أيوة هذا هو نيكولاس كيج. نيكولاس كيج. ما أنا بعرفوش بالإنجليزي، بعرفهم بالعربي. نقول القفص بس الفيلم هو حنة ترافولتا اسمه إف بالوش. فيس أوف مع جون ترافولتا. أيوة فصفة ترافولتا. مهضوم أوريجينال. بعجبه كتير بالسينما، بحضر كتير الجريس المهرج. جورج كلوني. أيوة وإليزابيث خياط وإلى آخره. طيب طيب، أعطيني وقفة فيها بطولة صمود وعنفوان. نعم. أعطيني وقفة فيها بطولة صمود وعنفوان. هاي بطولة وهاي صمود وهاي عنفوان. شرفات بالعنفوان. ما خصكش. طيب بدي قوة تحدي وثورة، فيك تجيبون؟ نطلبون دليفري، ليش تنجيبون؟ رجعوا يوصوا عليك وبالآخر رح يسيبوه وتسلم العلم لرفيقك اللي رح يحمل الراي ويكفي الطريق ماشي. ياخد تاكسي ليش تكفيها ماشي، طريق طويل مثل ما انا مبيني. رائع مشهد رائع. هيدا ايه، انت اللي رح تقوم بالدور، وبهالوقت ست بتكون عم تغني الاغنية الوطنية وتعطي من جوا. زلفا نمسيس. ليك بجاهز نمسيس، كله جاهزين، بلش الراب والاضاءة وتوزع. عظيم، اذا بدك اي شيء اطلبيه من المسيور فراس المعاون. فراس تشرفنا
ليدا زلفا نمسس. خدي له ياساتو للمسيو، هو رح يلعب دور محبوب الست بالعسكر. انا راجع مع الست. حاضر استاذ. نمرة اجرك مسيو. شمال ولا اليمين؟ اليمين. 42 وشمال منن قد بعدن.